الوضع كعب شديد والمناوشات بدت من جديد والاشتباكات بدت بصورة مستمرة. ونحن بالأمس حصل اشتباك ومن منذ توفى لنا طالب وما قادرين نحرك جسمانه لأي حتى الآن، ويوجد معنا مصاب بيده بإصابة خطيرة، وما باليد حيلة، ونناشد جميع المبادرات والمبادرات في الإنقاذ السريع للوضع الراهن، لأنه نحن لا يوجد لدينا مؤن، لا يوجد لدينا مؤن ولا يوجد لدينا أطعمة. نحن حوالي 88 نفر، مننا 20 عامل من فيهم كبار السن، وفي حوالي 5 طالبات، وفي حوالي 2 من النساء. ونتخوف جدا جدا من انقطاع التيار الكهربائي وانعدام المياه.